طب حالات الخور ما هذه؟ تلقى بحالات الأنوثة وما تزعلش صدرت الحنية هو خاصني غير شي راجل نضمه وما الأحسن ما تكونش عند أمه نعيش أنا وراجلي سعداء طيطة طيط ما عندناش مشاكل. مهرجان أجيج هذا هو واحد المهرجان اللي جا اليوم تيعزز الحقل الفني وخصوصا الحقل الفني في الفكاهي اليوم بمدينة الرباط. اليوم أصبح لعاصمة المغرب مهرجان لها للفكاهة يضم مجموعة من الفنانين الكبار من ضمنهم ليزانكاليفيابل، الحنان الفاضلي، باسو، دريسي مهدي. هذه الدورة الخامسة لهذا المهرجان، هذا المهرجان اللي تم تأسيس دياله من طرف عبيد وأمين من أجل إعطاء وإهداء لمدينة الرباط المهرجان ديالها خلال شهر رمضان المبارك. وكنظن أنه اليوم المهرجان ابتدأ بحضور اللي كان كيضم هذه خمس سنوات لا يتعدى 500 شخص، واليوم تمكننا أننا نوصلوا ل 5000 ديال الأشخاص اللي حاضرين معنا في هذا المهرجان خلال هذا الأسبوع. كنتمناو أننا ننالوا الإعجاب ديال جميع الحضور اللي حضر معنا في هذا المهرجان. أجيت هضم هو اسم ديال الفيستيفال اللي تسمى بسبب الفنجال فيستيفال في الموقع ديالو في العام، جا في شهر ديال رمضان. وك في شهر رمضان كما كنعرفوا كل شيء متعلق بالماكله، كل شيء متعلق بالهضم، كل شيء متعلق ب لي زاكتيفيتي ديال ابري الفطور. دونك اون سي دي ليدي نلعبوا سوغ ان جو دو مو سامبا لي اون ميم طون مي تهضر عليه الناس يديروا اون ريلاسيون ما بين لو موا ساكري اللي هو رمضان اي ان فيستيفال اللي هو غولي لومور. دونك جاتنا ليدي ديال اجي تهضم مور الفطور، اجي تهضم بدي سبيكتاكل، اجي تهضم بالضحك، اجي تهضم بالفكاهه. هذه الدوره هذه معنا العديد من الفنانه اللي هما عندهم واحد المستوى كبير بزاف اللي كيشرفوا المغرب وكيشرفوا ايضا المهرجان اللي حنايا كنا كنحلموا انهم يكونوا معنا. مش على هذه بحال الفنانه حنان فاضلي، حيتاش اخويا تنقول لك عاصمه ثقافيه كالرباط وما عندهاش واحد المهرجان ولا ما عندهاش واحد ليفينمون اللي كيمثلها حشومه. دونك حنايا كفنانه الدور ديالنا هو اننا نقدروا نطوروا الثقافه ونطوروا لي زوبورتونيتي ونطوروا لي زيفينمون. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالنا ديال لي زانكاليفيابل، اننا الحمد لله فينالمون اون ا بو افواغ لو فيستيفال اوفيسيال دو لومور دو رابا اجي تهضم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.